لبنان. أنا انطلقت يعني أول انطلاقة كانت من لبنان، برنامج سوبر ستار في 2007، وحب الجمهور اللبناني كان شيء يعني لن أنساه أبدا. وأنا يعني بدي أعبر باك أجين للجمهور اللبناني على حبه لي بريل كونسرت في وسط بيروت اون بلانير إن شاء الله بإذن الله. هذا يعني حلمي، أعمل في وسط بيروت شيء حلو يجمعنا كلنا إن شاء الله.